السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتوا هتتفرجوا على الفيديو ده بالليل، احلى مساء مساء الورد. ولو انتوا هتتفرجوا على الفيديو ده بالنهار، صباح الورد والعسل والياسمين على كل الناس. انا ميدو الامير اللي بعمل كل الفيديوهات على القناة دي بصوتي، وانا اللي بركبها وانا اللي بمنتجها وانا اللي بغنيها. يعني انا بعمل كل حاجة في القناة، يعني حتى انا اللي بعلق على الفيديوهات دي. فكرة الفيديوهات دي ان كل واحد عايز يفرح، عايز تبقى فيه اغنية باسمه، عايز بس دي على قد الامكانيات بتاعتي. يعني انا كانت هي امكانياتي كده، عشان انا امكانياتي مش كبيرة، يعني امكانياتي ضعيفة. فانا جات لي فكرة الفيديوهات دي ان انا افرح بيها الناس، وان انا ادخل عليهم السرور. حد عايز يعمل أغنية لابنه، لأخته، لصاحبتها، عيد ميلادها. فعشان كده جات لي الفكرة اللي هي بتاعت الأغاني دي، وإن كل واحد نفسه القطط ترقص وتغني على اسمه. فعشان كده أنا عملت لكم الفيديوهات دي. اللي علمني أعمل الفيديوهات دي صحابي وإخواتي، كان الأستاذ محمود عنتر اللي هو صاحب مطبعة بصمة، والأستاذ سامح أبو زيد. دول إخواتي وصحابي اللي أنا بتشرف بيهم في كل مكان. بس أنا هي دي إمكانياتي، على قد إمكانياتي، يعني عشان أنا ما عنديش إمكانيات وما عنديش إن أنا يعني أصرف أكتر من كده. أنا عندي أفكار تانية وعندي حاجات تانية ممكن أعملها، بس لسه عايزة إمكانيات وعايزة تكلفة. وأنا يعني يدوبك، يعني مثلا هي إمكانياتي دي دلوقتي، بس بعد كده بإذن الله يعني هتتحسن. في أفكار جديدة وحاجات هتعجبكم جدا. أنا اسمي محمد يوسف محمد، مشهور بميدو الأمير. أنا مصري من اسكندرية، من شارع شعبي اسمه شارع محمد صعيدي. فهو ده ميدو الامير اللي انتوا ايه يعني كنتوا بتدوروا عليه او عايزين تعرفوا هو مين. او فانا مصري من اسكندريه، اسمي محمد يوسف محمد، مشهور بميدو الامير. وحاجه بسيطه كده، عربون محبه بيني وبينكم. الجمال عدى الكلام، تتحكي لي وتاخدي كام، ادفع العمر اللي جاي بس وترد السلام. مش بافور صدقيني، حسي بيا كلميني، حتى لو موضوع غريب اللي طلبه تفهميني. ده انا والله ابن ناس، مش بعاكس من الاساس. جمهوري العزيز